مرحبا بكم معنا متتبعين الأوفياء في حلقة يوم الأحد. أنا كنت فهم أن بزاف ديال المتتبعين الأوفياء ديالنا عندهم واحد الرغبة في الانتقام، يعني باغي ينتقم من أشخاص اللي ما كيعاملوا ليش مزيان، باغي ينتقم من أشخاص اللي داروا ليش حوايج خيبة في الماضي، باغي ينتقم من أشخاص اللي كيستنزفوا الطاقة ديالي مني. عندنا هذه الرغبة هذه في الانتقام، وفي هذه الحلقة هذه غادي نتكلموا على الانتقام، ولكن الانتقام بأي طريقة، واش غادي نهز فردي وغادي نضرب هذاك الشخص اللي باغي ينتقم منه، واش غادي نقلب عليه الطبلة، واش غادي نعايره، واش غنتشاد انا وياه، ما هي الطريقة اللي غادي ننتقم بها واللي غادي تكون في صالحي انا واللي غادي تشبع ليا هذيك الرغبة او لهذاك لو بيزوين ديال انني ننتقم من هذاك الشخص. قبل ما ندخلوا في الموضوع، ما تنساوش ان الدوره ديال الذكاء الاجتماعي فهي متوفره الان في الموقع، وكاينه ناقص 70% على دوره الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. يعني الا بغيتي تاخذ دورات بجوج فكاين البروموسيون ديال ناقص 70% عليهم بجوج. هذه الدوره هذه غادي تساعدك باش تطور المهارات ديالك الشخصيه والمهارات ديالك الاجتماعيه ايضا مع الناس على برا. فثق بيا ان هذا الخصم هذا كاين غير للناس الاوائل، وحتى في المواقع التواصل الاخرى باقي ما علمناش على هذا الشيء، فدخل استفد الان. وغادي ندخلوا في الموضوع مباشره. اليوم الا كنتي كتعيش مع واحد المنحرف النرجسي، يعني كتفهم ان بدات كتعيش مع اشخاص اللي كيستنزفوا منك الطاقه ديالك، اللي كيخرج منك الشخصيه الخبيثه ديالك، ويجيو يقول لك ها انت اللي ما مزيانش، انا مزيان، لان هاد الاشخاص هادو كيطيروا في لعب دور الضحيه، وكيطيروا في واحد المساله انه يردك دائما انت ما مزيانش وهو مزيان. يعني فاش كتكون بينك وبينه كيعفس عليك داكور، وتيستعملك بحال شي اوبجي، وامام الملأ فاش كتنوض تهضر على حقك عنده طرق جهنميه باش يبان هو اللي مزيان وانت اللي ما مزيانش، لان المنحرف النرجسي ديما عنده سمعه زوينه قدام الاخرين، وكيطير في واحد المساله انه ديما تلقى التخريج لنفسه، ديما كيخرج نفسه وكيفاش يبينك انت ما مزيانش وهو مزيان. الوغ كيفاش غيمكن لي ننتقم من المنحرف النرجسي؟ كيفاش غيمكن لي ننتقم من هذا النوع ديال الاشخاص اللي دائما كيخرجوا كيحيدوا مني لا كاليتي ديالي، كيحيدوا مني داكشي الزوين ديالي، وكيرميو الضوء على داكشي اللي خايب فيا، وكيخليني نتيق بانني انا خايب، وهادشي اللي كيجعلني انني نفقد الثقه في النفس ديالي ونعيش في الاحباطات. جوني بزاف ديال الحالات اللي عاشوا مع منحرفين نرجسيين، والحاله ديالهم تدهورات لا الماديه لا النفسيه. الوغ الانتقام، كيفاش غيمكن لي ننتقم من هذا النوع ديال الاشخاص؟ واسمح لي غادي نصدمك دابا. أسوأ طريقه للانتقام من المنحرف النرجسي هو الانتقام في حد ذاته. غادي نعاود، أسوأ طريقه للانتقام من المنحرف النرجسي هو الانتقام في حد ذاته. علاش؟ لان هاد الاشخاص هذا المنحرف النرجسي تيعيش 24 ساعه على 24 ساعه حياته كامله عامره بالنزاعات، عامره بقول لي نقول لك، عامره بانه يحفر لي نحفر ليك، اقول مني نقول بك. دونك 24 ساعه هو مولف، لان هو شخصيته كتغدى بالنزاعات، والنزاع والانتقام تيدخلوا في خانه وحده، هي في خانه يعني لا زون ديكسيلونس، اولا في الخانه اللي كيتقنها هاد المنحرف النرجسي هذا. داكشي علاش اسوا وسيله للانتقام من المنحرف النرجسي هو محاوله الانتقام منه، لان غتحاول تنتقم منه وغادي يخرج شي طريقه جهنميه، لانه هو الى دون لا ريفليكسيون 24 ساعه على 24 ساعه، باش في الاخر يشكك بانك انت تعديتي عليه وغيلعب دور الضحيه، وبالتالي غادي يسيطر عليك وغادي تلقى راسك كدور في واحد الدائره مفرغه. هاد الدائره المفرغه باش تقطع، باش تبقى دائره مفرغه، ما خصنيش نطيح في لو بياج ديال الانتقام، لان هاد النوع ديال الاشخاص كيتغداو بهذاك الشيء اللي باغي دير، بالانتقام، بالنزاعات الى اخره، وبالتالي غادي يجبد منك الطاقه ديالك، وغادي تبقى لك حاجه وحده هي تستسلم ليه. ما يمكنش تنتقم من واحد الشخص اللي حياته كلها انتقام، انت ما كتعرفش انتقام، انت واحد الشخص مزيان مثلا نقوله، ما يمكنش تنتقم من واحد الشخص اللي حياته كلها تريتمون، كيتريطي فمو، يتريطي فمرتو، يتريطي فولادو، يتريطي فالباترون ديالو في الخدمه، ويتريطي فالناس اللي خدامين معاه، ومرتو شري ليها الصداع مع مو، ولادو شري لهم الصداع مع مو، وهو اصلا حياته كامله دايره بحال هكا، تريتمون، ضرب شي مع شي، لصق هذا مع هذا، وهذا
هو النشوه، وهذا هو لو كوتيديان ديال المنحرف النرجسي. هنا غادي يجي واحد السؤال تقول لي وي عزيز معك الحق، ولكن كيفاش غادي يمكن ليا نرد نفسي الاعتبار ونطحن هذا المنحرف النرجسي؟ هذا سهله، غادي نعطيك واحد المساله اللي واحد التقنيه اللي مهمه بزاف اللي كتسمى تقنيه الباندا. الباندا شنو هي الباندا؟ الباندا هي فاش كتكون مثلا باغي تضرب هاد الجهه هذه، ولكن ما كتضربهاش بطريقه مباشره، كتضربها مع شي بلاصه باش ترجع ليها الباندا. بحال دابا مثلا الناس اللي كيلعبوا الجولفازور البيار، ف كتكون مثلا شي كره تما وما كتبغيش تضربها ديريكتوم وتخشيها، كتضربها مع الباندا ليه وكترجع. دونك تقنيه الباندا كتسمى بالفرنسيه لانديفيرونس. احسن طريقه باش تقتل المنحرف النرجسي نفسيا وتحبطه هي لانديفيرونس. شنو هي لانديفيرونس؟ ما ترياجيش للتصرفات ديالو. مثلا عيط لك في التليفون، وي لاباس بخير الحمد لله واخا بسلامه، لانديفيرونس. من نهار تزوجت بيك وانا اللور هادشي اللي عطا الله. انت ماشي راجل، شوف الرجال على برا كيفاش معيشين عيالاتهم، انت ماشي راجل. انا ماشي راجل، لانديفيرونس. الباندا ضرب دير العكس ديال داكشي اللي كيتسنى منك، كضرب وكترجع ليه. هذه هي تقنيه الباندا، بحال البومغون، كضرب وتترجع ليه، كضرب وتترجع ليه. يعني داكشي اللي كيلوحو هو، هذاك السم اللي كيلوحو هو على اساس انك تبيجا ليه وتبقى تبرر او تبقى تبكي، كيرجعوا ليه وكيزيد يتقوى ليه هذاك الشعور بالاحباط وهذيك المعاناه ديجا اللي كيعيشها هو. اذا تقنيه الباندا هي تقنيه انني ما ندخلش معاه في اللعبه. احسن وسيله للانتقام من المنحرف النرجسي ما ندخلش معاه في اللعبه ديالو. كيف ما قلت لكم، لانهم دائما غادي يلقاو تخريجه، لان فاش غدير ليه هذه تقنيه الباندا، هذه التقنيه ديال لانديفيرونس، تسنى. وهنا كتجي النقطه الثانيه، تسنى انه غادي يجي يلعب دور الضحيه، لان فاش ما كتشدش ليه غيبدا يلعب دور الضحيه. وشنو درت لك انا؟ تعاملتي معايا بحال هكا وانا بغيت غير نهضر معاك. تسنى انه يلعب دور الضحيه. وهنا كنطلب منك انك دير واحد لو بيلون. الا كنت اليوم كتعيش مع واحد المنحرف النرجسي في الدار، دير واحد البيلون، شوف شنو هما اخر مواقف، ثلاثه ولا اربعه المواقف اللي صبنك فيهم ودار معاك شي حاجه ماشي تال فيهم، وبالتالي نطي بديتي كتشكى وكتدمر على داك التصرف الخبيث اللي دار لك. وفاش تشكيتي عليه ردك انت اللي ما مزيانش وطريطاك تتكالميتي. رجع معايا ضروري ندير لو بيلون، حيت ما يمكنش ليا نهزم واحد الخصم الا ما كنتش ما درستش لي ستوريك ديالو، ما درستش عليه مزيان، وما عنديش عليه معلومات بزاف. دونك من الضروري انك تشوف. فإلا كانوا هاد ثلاثه ديال التصرفات او اربعه ديال المواقف الاخرى اللي اداك فيهم، وفاش نطيت تهضر طريطاك ورجعك انت اللي ما مزيانش، كون على يقين ان هادشي غادي يعاود يتكرر ابخي. دونك فاش يتعاود يتكرر ابخي غادي دير تقنيه الباندا وانتظر انه يلعب دور الضحيه. تما فين كتجي المساله ديال لا ميتريز دو سوا، يعني تحكم في المشاعر ديالك. انا خرجت عندي واحد السيده قالت لي انا تنعيش مع واحد المنحرف النرجسي، واحد السيده في امريكان، انا تنعيش واحد المنحرف النرجسي ومدوز عليا الجحيم الكحل، ولكن ما قادراش نتفارق معاه. هادشي كيوقع بزاف ديال الناس، لان انتي تحت واحد لو مانيبيولاتور كي تو مانيبيول، والمانيبيولاتور ديما كيعطيك انطباع ان الا ما بقيتيش معاه في العلاقه راه غادي يضربك الخلع. الوغ كو هذاك غير انطباع. امتى غادي تقضي على المانيبيولاتور؟ فاش غادي تتحكمي في المشاعر ديالك، فاش غادي تتحكم في المشاعر ديالك وغادي تميتريزي نفسك. هذا هو الدرس رقم واحد. بوتان شحال من واحد تيجي عندي تقول لي وانا مرتي مشات عليا ودارت ليا وهادي وخا هكاك راني سميتو. ميتريزي نفسك. شنو هو الفرق ما بين الناس الناجحين والناس الفاشلين في جميع المجالات، لا في العلاقات لا في البيزنس لا في اي حاجه؟ شنو هو؟ حتى شي حاجه ما سهله. نفس الصعوبات اللي تتلقاهم نتايا وما قادرش تصبر عليهم، حتى هو نفس الصعوبات كيتلقاهم، ولكن هو فيتك بحاجه وحده، هو كيتحكم في المشاعر ديالو. تحكم في المشاعر ديالك بوتان. باش غادي نقولها باشمل لغه، سمحوا لي تنهضر بحال هكا، لان ما بقيناش نقدروا نتحكموا في المشاعر ديالنا، وبالتالي كنقلبوا على الحلول السهله. وحنا في دوره الذكاء العاطفي
كاينه 7 سوايع ديال التدريب كنتكلموا غير على المشاعر كيفاش تجيريها وكيفاش تجيري الناس الاخرين. من مورا فاش غادي ندير تقنيه الباندا وغير بدا يلعب هو دور الضحيه، هنا فين خاصك تميتريزي لي زيموسيون ديالك. لان قلت لك دائما المنحرف النرجسي كيطير في جوج ديال الحوايج، كيطير في انه قدام الاخرين غادي يردك انت اللي ظالمو داكو واخا هو تعدى عليك بينك وبينه وشتف عليك، وكيطير في التريتمون، يعني كيطير في التريتمون ديال انه غادي يشتف عليك وغادي يبدا يدير واحد الخطط جهنميه اللي منها لعب دور الضحيه باش يجرك لعندو، يجرك لهذاك لو كاو ايموسيونيل اللي تعيشو، وبالتالي هو تيشدك من هنا وكيردك انت اللي ما مزيانش، كيدير لك تعني بالضمير. داكشي علاش اي محاوله الدخول في اللعبه ديالو تسنى جوج ديال الحوايج. وفاش كنطلب منك انك تحكم في المشاعر ديالك يعني ما تدخلش معاه في اللعبه ديالو. وهنا كتجي النقطه رقم 3، ما نبقاش نجبد سميتو ونهضر عليه، لان فاش كتبقى تجبد سميتو وتهضر عليه وتا هذه داخله في اطار التحكم في المشاعر، فاش كنبقى نجبد سميتو ونهضر عليه كنزيد نرونفورسي ان كاينه شي حاجه، وبالتالي كنولي حساس بارابور ليه، يعني كنتفراجيليزا. يقدر مثلا يعيط ليا ولا شي حاجه نلقى راسي كنجاوب في التليفون، كنلقى راسي داخله في اللعبه ديالو. ما تبقاش تجبد السميه ديالو وحتى شي حاجه ما عندها علاقه به، ما تجبد حتى شي حاجه. في الميريكان دار واحد لا تكنيك واعره واخا ما عندهاش علاقه بالموضوع ولكن غادي نتكلم عليها، ديال الارهابيين. هذوك الارهابيين اعداء الله اللي كيمشيو يتفرقعوا وسط عباد الله وسط الابرياء، لقاو بان الاغلبيه ديال هاد الناس هادو اللي كيديروا الاعمال الارهابيه تيقلبوا على الشهره، تيقلبوا على الشهره لانه هو تيكون مقسم من المجتمع. وفاش كيقوم بهذا العمل الارهابي وكتبدا الاخبار والتلفازه تهضر عليه، ف تيحس براسو انه دار شي حاجه، تيحس براسو انه بطل، يعني اللهم يتشد في الحبس وتهضر عليه الصحافه كانه دار واحد الحدث اللي محزن كو انه يبقى مقسم في المجتمع. ففني اكتشفوا هذه الحاجه هذه ولات الامريكان دائما فيما كتشد شي ارهابي شنو كدير؟ ما كتجبدش سميتو. شدينا واحد الارهابي هنا بدا ذكر الاسم بلا ما تبين ليه وجهه، اشنو كندير هنا؟ كنقتلو نفسيا. وهذه نفس المساله تقدر تطبقها على المنحرف النرجسي. وهنا غتقول لي ويلا كان هذا الشخص هذا عايش معنا، الا كان معنا هذا الشخص هذا عايش معنا انا الاوان باش تدوز العلاقه ديالك معاه لمستوى اخر. وهذه هي النقطه الاخيره، يعني خاصك تعرف انك كتعيش مع واحد الشخص مزيف، يعني تلعب معك بواحد الشخصيه اللي ما كتعكش النوايا الخبيثه ديالو. وعدم التفاعل اللي تيتجلى في تقنيه الباندا اللي عطيتك ولا ديفيرونس هو اللي غادي يخليه انه يعيا من التمثيل، وغادي يبين بالهلي يثبتوا ليه المعدن ديالو والوجه الحقيقي ديالو. هنا فين كتبدا عمليه التفاوض. واخا انا مآمن بان المنحرف النرجسي ما عمرو تيتبدل في الداخل ديالو، ولكن كيمكن ليا نجيريه، كيمكن ليا نتريتي العلاقه ديالي معاه. وهنا بيان سيغ فاش ما غاديش نبقى نتفاعل معاه هنا غادي يطيح القناع، لان بالهلي ثبتوا ليه، لان ما غيقدرش يصبر. لان فاش كتشد المنحرف النرجسي وكتشوف ان دوك الحيل الخبيثه ديالو ما شدوش فيك وما كتفاعلش معاه وكتخدم مع تقنيه الباندا بحال كيتجيف، وبالتالي بالهلي ثبتوا ليه غادي يتفرقع وغادي يحاول يبين واحد الشخصيه ماشي هي هذيك. وهنا فين خاصك، وبيان سيغ التفرقعه هذه تقدر تجي عن طريق التذمر، تقدر تجي عن طريق البكاء، وعن طريق لعب دور الضحيه، وتقدر تجي عن طريق العنف. ولكن دائما غادي فاش غادي تبقى داير معاه التقنيه ديال الباندا غادي يبقى دائما شاد هنايا. الانسان تيتغير في جوج ديال الحالات، فاش كيكون عنده واحد الدافع قوي ما كيكون عنده ما يخسر وبزز منه خاصو يخرج راسو من هذيك المساله، بحال داك الطبيب اللي تيقول لهذاك اللي كيدخن الا بقيتي تكميره غادي يجيك الكونسير وغتموت. داكور دونك بالهلي ثبتوا ليه كيلقى راسو مضطر انه يوقف الكار، يعني هاد الشخص هذا ماشي ما كانش قادر يوقف الكار، هاد الشخص هذا ما كانش عنده سبب قوي باش يحبس الكار. وهنا المساله الثانيه اللي كتدفع الانسان للتغيير هو الصدمه. فلعل وعسى ان هاد الاشخاص هادو من بعد هاد الصدمات هادو غادي يوليو ياخذوا بعين الاعتبار شحال من حاجه، وغادي يوليو يتعاملوا معنا بالمثل، لان خصك تعرف ان المنحرف النرجسي ما كيقدرش يتعامل مع الناس بطريقه طبيعيه، يا اما كتلقاه خاصو هو يكون الفوق وانت لتحت، يا اما تكون انت الفوق هو لتحت، لعب دور الضحيه. تطيح الماسك
مساله مهمه بزاف، لان الا كنا غادي نعيشوا تحت سقف واحد او لا غادي ندخل في علاقه مع واحد الشخص، فانا ماشي ميخي ماشي اوبجي غادي تجي تبدا تضحك عليا، وهذا الشيء بيان سور غادي 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 يوقف هاد الاشخاص هادو عند حدهم. دونك هادشي اللي كاين متتبعينا الاوفياء، كنتمنى ان هاد الحلقه هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم. الله يخليكم، ما تنساوش ديروا لنا دي جيم، لان لو جيم ديالكم تيطلعوا المحتوى ديالي باش يتشافوا في بلايص اخرى. كنطلب منكم انكم الى عندكم شي تجارب مع هاد المنحرفين النرجسيين خليونا في الكومونتير، راني كنطالع على لي كومونتير كاملين، وبارطاجيو هاد الفيديو هذا بارتو في لي جروب في الواتساب فين ما كنتو. شكرا على المتابعه، كان معكم عزيز افكار، سير الفيديو.